كل ما انا بوجه يبقى انا معناها ان انا مركز. انا مش ممكن اقول لك يا عبد الحميد تعالى يمين شويه وبقولها كده. طب استاذنك هنكمل هنكمل حواري معاك ونشوف اهم النقاط اللي ممكن تقولها للشناوي بكره او اهم نصائحك ليه بعد ما اخد هذه المداخله التليفونيه المهمه جدا. كابتن خالد بيومي نجم التحليل الاول في العالم العربي كله. كابتن خالد اهلا بيك. كابتن حميد ازيك؟ اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى عليكم. تحياتي لكابتن طارق سليمان. منور الدنيا يا كابتن خالد. تحياتي ليك يا كابتن. ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن طارق. ازيك؟ الحمد لله يا كابتن. انت عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. والله وانت طيب يا فندم. ربنا يخليك. يعني طبعا لما يكون معايا خالد بيومي بقى بيبقى عندي اسئله كبيره جدا وكثيره جدا، بس احنا هنركز في ماتش الترجي بكره. كابتن خالد بيومي يعني بقى هقطع عليك الموضوع على الاربعه اللي تحت. طب ما كنتش هسالك كده. انت كمان هتتوقع الاسئله كمان بتاعتي؟ لا لا، مش عارف على اصحاب، فعشان كده طالما اصحاب فبفهمك. تمام. تمام. ربنا يخليك يا كابتن. بص، الاربعه اللي تحت بالنسبه للترجي مشي من عندهم علي مشاني وكمان الطالبي وهابل مبارك الباك رايت، قلب الدفاع باك رايت. وبالتالي الراجل الفتره اللي فاتت دي مش قادر يلاقي مشكله للحته ديت. نازل خليل شمام اللي هو الباك ليفت لعبه قلب دفاع بالظبط، والباك رايت جاب سامح الدربالي من اهلي طرابلس لعبه على الباك رايت، ونازل حسين الرباعي خلاه يلعب باك ليفت وهو اساسا قلب دفاع. الاربعه دول من اسوء ما يمكن في الترجي. الترجي السته اللي قدام غير الاربعه اللي تحت. صحيح عندهم اثنين لاعيبه نص ملعب ممتازين جدا قوي، فرانك كوم وكولوبالي. انما الاربعه اللي تحت يا كابتن ميدو وكابتن طارق، اذا كان حسين الربيع بطيء جدا ممكن يفرق مع النادي الاهلي بالنسبه لوليد سليمان، خليل شمام مع شمس الدين الزوادي ثغره كبيره جدا ممكن يلعب عليها وليد ازارو، نفس الموضوع بالنسبه لسامح الدربالي، اخطاء كبيره جدا، وشفنا الهدف اللي جه في ماتش البطوله العربيه مع رزاق سيسي مباراه الاتحاد السكندري. اعتقد لو كارتيرون لعب على الاربعه اللي تحت قدر يعمل فاصل او جاب كبير للعيبه نص الملعب والاربعه اللي تحت او ضغط عليه من البدايه، هيتعب كتير جدا الترجي وخصوصا الربع ساعه الاولى. وجهه نظري ان ده لازم يشتغل عليه كارتيرون والجهاز اللي معاه. يعني بص بيقول كل الاسئله. بس مش هسيبك برضه كابتن خالد يعني. طيب لو قلت لك ابرز اربع لاعبين ممكن تحطهم انت كخالد بيومي في خط هجوم النادي الاهلي، الثلاثه اللي تحت، الفرود والفرود. في التوقيت الحالي احنا عارفين ان مؤمن زكريا بره، مظبوط؟ بالظبط. وليد سليمان انا شايف ان هو بقى ليدر في النادي الاهلي للامانه الشديده، عامل دور ممتاز جدا اذا كان في صناعه اللعبه او في الجبهه اليمين او الشمال، لما بيتحرك في الثلث الاخير بيبقى ممتاز جدا. النقطه الثانيه موجوده عندك على الجبهه الشمال، هنحط ميدو جابر لانه في اخر مباراتين كان اداؤه الفني كويس جدا وقدر يبقى محطه كويسه جدا للنادي الاهلي مع وليد ازارو. اتوقع المشكله الحقيقيه للنادي الاهلي تحت راس الحرب. انا اصل سخه عاميه، ما اعرفش كان سام ناصر ماهر موجود في الدكه ولا لا، او موجود في التركيبه بتاعت النادي الاهلي او موجود في القائمه ولا لا. انا بالنسبه لي ناصر ماهر من اللاعبين اللي قدامهم مستقبل كبير جدا في النادي الاهلي وفي مصر. اذا خد ماتش واثنين وثلاثه واربعه مع الثقه من الجهاز الفني ممكن يكون الاربعه الجيدين جدا بالنسبه للنادي الاهلي في الخط الامامي. خالد بيومي. لا صح، خالد بيومي كلام في الجول. ناصر ماهر برضه كابتن خالد انا شايف ان هو زي معاك يعني في نفس كلامك بالظبط، في نفس اتجاهك، لعيب على مستوى عالي جدا فكريا كمان، عايز شويه حاجات بس كده فتنس شويه بس هيبقى لعيب عالي جدا، وعايز كمان زياده في المباريات وخبره في المباريات مش اكتر، يبقى لعيب عالي جدا. لا لا، هو يمكن كمان تكمله كلامك يا كابتن ميدو وتكمله كلام كابتن طارق سليمان على ناصر ماهر. ناقص بس هو محتاج يا كابتن لازم يبقى حاسس انه لابس تيشيرت النادي الاهلي اكتف شويه. لازم يسيبه من المقارنات اللي بيتم بيها مين راح مين جاي مين قاعد. لا، هو صانع العاب النادي الاهلي في الوقت الحالي، عليه منافسه كبيره جدا وعليه ضغوط كبيره جدا. هل هو كفء او قد انه يشيل يستحمل الضغوط ديت؟ قدها، لو قدها يشتغل وهيبان وهيظهر وهيبقى اضافه كبيره جدا للكره المصريه. وجهه نظري هو كلاعب لعيب فنياته عاليه جدا، امكانياته الفنيه عاليه جدا، انما الضغوط بتاعت الاهلي كبيره على لعيب صغير في السن، وبالتالي اتمنى ان هو يشتغل الحته دي كويس. كابتن خالد، ايه اللي يقلقك بكره من ماتش الاهلي والترجي من جانب النادي الاهلي تحديدا؟
يقلقني ان حسام عاشور مش موجود، بس انا واثق في احمد فتحي وعمرو السلاله موجود، مع ان انا شايف لعيبه ارتكاز في النادي الاهلي ما فيهاش مشكله. اكرم توفيق لعيب ممتاز جدا، معرفش مع الوقت ممكن يكون اضافه كويسه جدا للنادي الاهلي. هشام محمد نفس الموضوع، لعيبه من اللعيبه اللي تلعب وتأدي دور الثالث في الارتكاز او صانع العاب، لاعب ممتاز جدا. لقلقني السته اللي قدام في الترجي، بس انا ما قلقش حد في النادي الاهلي. لقلقني يوسف البلالي، المجري، نيتش البدري، غلال الشعلالي، طه ياسين خنيسي بعد العوده من الاصابه، نفس الموضوع الاثنين لعيبه نص الملعب دول يقلقوني في الترجي. انما غير كده لا الملعب تيم جماعي كومباكت، بيفرق كتير جدا عن اي نادي اخر. اعتقد ان هو قادر على العوده بنتيجه ايجابيه للنادي الاهلي اذا استغل الرباع الاخير واذا قدر يحسن التعامل مع السداسي الامامي لنادي الترجي. اكيد يا كابتن خالد، يعني انا مش عايز اطول عليك مع اني مش عايز اسيبك، لكن اخر سؤال اساله لك، باتريس كالترون خالد بيومي شايفه ازاي؟ شايف ان طريقه اللعب وبتاعه اللعب المباشر، اللعب اقل عدد من اللمسات عشان اوصل للجون، ولا النادي الاهلي احسن اللي هو يعمل استحواذ اكتر عشان الاقي ثغرات في دفاعات الفرق المنافسه؟ لا، انا اعتقد ان اللمسه، ان السرعه افضل كتير جدا. العناصر اللي موجوده عنده في الوقت الحالي تدي له ناتج السرعه، بيميدو جابر، وليد سليمان، ووليد ازارو. صحيح اصابه جونار اجيل، اي مدير فني تاثر على المستوى الفني، انما اعتقد ان السرعه ممكن تكون مهمه جدا بكره بالنسبه لباتريس كارتنون. هو في النادي الاهلي مع احترامه وتقديري لسه حتى الان لم يفرض بصمته على لعيبه النادي الاهلي وعلى تشكيل النادي الاهلي. النادي الاهلي فرقه من الفرق الكبيره جدا على مستوى افريقيا الوطن العربي، وبالتالي لسه باتريس كارتنون محتاج وقت مزيد من الوقت. انما طبعا انا شايف انه بدا ياخد وضع كبير جدا او معرفه كبيره جدا بقيمه وامكانيات اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي. لكن باتريس كاترون في نظر خالد بيومي كشخص او كمدرب او كمدير فني بعيد عن النادي الاهلي، شكله ايه؟ الى حد ما ممكن اقول انه شخصيه هادية جدا متزنة، ممكن يجي بلد. انا شايفه ان هو مدرب من المدربين الجيدين جدا اللي جم مع مصر. صحيح الفرصة مع سعفتوش مع وادي دجلة، بس الاختلاف في الامكانيات والفوارق موجودة عند النادي الاهلي بالعناصر الموجودة في النادي الاهلي. صحيح في الوقت الحالي كمان كابتن ميدو في تغيير جلد في النادي الاهلي في عناصر كتيرة جدا بالظبط، وبالتالي محتاجة وقت بالنسبة لباتريس كارترون. اكيد يا كابتن خالد، شايف في منافسة في الدوري العام السنة دي؟ طبعا. هتكون بين كام فرقة؟ جدا. ممكن اقول لك النادي الاهلي طبعا، نادي الزمالك، مش هستثني بيراميدز لانهم الفرق اللي ممكن يكون عندها امكانيات مع الوقت يبقى منسجمين بشكل رائع جدا. المصري بحسام حسن حتى لو كان خسر من النادي الاهلي، نفس الموضوع النادي الاسماعيلي. لا، دوري السنه دي مختلف جدا بامكانياته الفنيه، بقوه المدربين الموجودين فيه، بالعناصر، باختلافهم في امور كثيره. اعتقد ان الدوري مختلف تمام. كلمه لجمهور النادي الاهلي يا كابتن خالد. بالتوفيق لكم في كل شيء. نجم التحليل الاول في الوطن العربي خالد بيومي، شكرا جدا جدا ليك. يعني حاجه جميله طبعا، حاجه جميله جدا، ويعني بص تحس انه قاري المباراه. لا هو